مرحبا، اهلا وسهلا فيكم. احنا اليوم ماخذينكم على نشاط جديد في اوتاوا اسمه بينت بول، طخ. زي ما انتم شايفين حوالي الناس كلها جاهزه بتطخ تفاضات. هاي عباره عن شغلات او رصاص بيكون ملون ما بيأذي الا من الحريق. اليوم دخلنا انا وادم وحورجيكم شو اعطونا. اعطونا طاقيه ودرع، وهاي عشان نحط فيها البينت، وهاي عشان نحط فيها حوالين الخصر وملابس. هذا ما عم بلبس هلا، حنورجيكم. هون تقريبا كنا جاهزين، كل لابس طواقية. يا آدم جاهز؟ أوكي. وهذا الفيلد اللي بدنا ندخله هلا، راح يصيروا الناس يوقفوا، تو تيمز طبعا، فريقين، والناس توقف وتخطخ في بعض. اللي بيصيب رصاصة في جسمه بيطلع برا اللعبة. آدم عم بحط الآلة تبعه. يو حلو الدنيا، ثلج بنعبي. احنا استلمنا الأسلحة. هاينا رايحين على الفيلد، هذا الجروب تبعنا. زي ما انتوا شايفين، شايفينها. هاي آدم معانا الأسلحة، رايحين يمكن على مكان ثاني حكونا مش هذا. عندهم حوالي 7 فيلد. هذا يعتبر دلتا فورس، هم اكبر محل البينت بول. مش عارف اذا سامعيني لان انا عم بحكي بالهاي. anyway، هذا احنا هيك داخلين جوا الفورست. انتبهوا، استنى السيجنال عشان تستارت. قلعة زي ما انتم شايفين، شو محصل حاله. خدت المعركة زي ما انتم شايفين، في دخان. المعركة حامية الوطن. مختصر فزنا. اخذنا، عم بنحاول هلا انه ندخل على القلعة. هاي اخذ الفلاج. رايحين على فيل تاني هلا. ادم عم بعض كان برد هلا Oh!
آدم very good. تعال ادخل هون، تعال تعال خبي حالك. آدم زفت الجرانيت. طبعا هيك بكون خلصنا، طلعنا بواحد انجري، اثنين انجري، وادم حرق ايده من الجرانيت وجرح ايده هون، واحد ضربه في ايده هيها بس خفيفه، بس واز فن. كيف كانت حلوه يعني، لازم يصير في شويه شغلات بس انبسطنا.